خذوا حذركم، إسطنبول ليست مستعدة للزلزال العظيم. 90,000 مبنى سيأكلها الزلزال. يرى الخبراء أن على مدينة إسطنبول التركية الضخمة أن تبدأ بالاستعداد من الآن لزلزال قوي قد يضربها في أي وقت، وأن تحشد مواردها المتاحة لإنقاذ الأرواح ودراسة الأثر الاقتصادي لذلك. وفي هذا السياق يدعو الخبراء مراراً وتكراراً عبر نداءات عاجلة لكل من يعيش في منطقة مرمرة والتي تشمل إسطنبول والولايات المجاورة، لأنه يجب على الجميع التأكد من أن المنزل الذي يعيش فيه مجهز ضد الزلازل أم لا. بغض النظر إن كان البيت قديماً أم جديداً، فالزلزال لا يقتل بل الإهمال هو الذي يقتل. وفقاً للبيانات التي شاركها عمدة إسطنبول أكرم إماموغلو، فهناك نحو 90,000 مبنى معرضون لخطر شديد، من بين 1,200,000 مبنى في المدينة، وهناك 170,000 مبنى آخر مصنفون بأنهم عرضة لخطر متوسط وفقاً للبحث الذي أجرته بلدية إسطنبول. ويقول عالم الجيولوجيا شكري إيرسوي في جامعة يلدز التقنية في تركيا إن البيانات التاريخية للزلازل السابقة تشير إلى أن هناك زلزالاً قريباً على خط الصدع تحت بحر مرمرة، ويضيف: من خلال البحث نعلم كم يتحرك خط الصدع شمال الأناضول كل عام. هذه التحركات على خط الصدع تشير إلى توتر قريب قد يؤدي إلى زلزال، لكن من المستحيل التنبؤ بموعد حدوثه. ويشرح إيرسوي ذلك قائلاً: يستطيع خط الصدع تحت بحر مرمرة خلق زلزالين أقوى من 7 ريختر في عام واحد، وقد شهدنا ذلك في زلزالي إزميت، كوجايلي ودوزجي عام 99، وزلازل أخرى في المنطقة وقعت في الماضي. ويضيف: في زلزالي جنوب شرقي تركيا انهارت عدة مباني حكومية بينها مستشفيات ووحدات الاستجابة للطوارئ، لذلك لم تتمكن تلك المنشآت من المساعدة في أعمال الإغاثة مباشرة. لقد رأينا ما حدث عندما تضررت البنية التحتية للطرق والقطارات نتيجة الزلزال. في الوقت الذي ساء فيه الطقس وفشلت المساعدة الجوية، لم تتمكن المساعدات من الوصول إلى المنطقة بسرعة كافية في بداية الكارثة. إسطنبول تطورت بشكل سريع في العقود القليلة الماضية بسبب الهجرة إليها من المناطق التركية الأخرى نتيجة عوامل اقتصادية واجتماعية. ومع ندرة الأراضي بدأت شركات البناء في إنشاء مباني سكنية شاهقة لتلبية متطلبات السوق من العقارات. ويقول إيرسوي في هذا الخصوص: هذه المباني الشاهقة يمكنها أن تتأثر بالزلزال المتوقع حدوثه تحت بحر مرمرة، ويمكنها أن تتأثر أيضاً بالزلازل البعيدة من خلال الموجات السطحية نتيجة هذا الارتفاع. وبعد كل هذه التحذيرات يخرج من يقول: لا تفول علينا.